السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بين الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا، إزاي إن أنا أقدر أعمل تمييز بين الاتنين. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. مجموعة الفيروسات الكلاسيكية اللي مرت علينا زي انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، بتختلف كل الاختلاف عن فيروس كورونا، لأن فترة حضانته هي المدة الزمنية اللي بتبتدي في التقاط العدوى، بينما كورونا بتستمر فترة الحضانة إلى 14 يوم. النهاردة إن شاء الله هقول لكم إيه هي الأعراض بين الاتنين وإزاي إن احنا نميز بينهم. أعراض الإنفلونزا العادية هي الرشح، سيلان الأنف، الحمى، التهاب الحلق، آلام العضلات، القشعريرة والتعرق، الصداع، السعال الجاف والمستمر، ضيق التنفس، التعب والضعف وآلام العينين. ده بالنسبة لأعراض الإنفلونزا العادية اللي هي بتكمل علاجها في برشامتين مضاد حيوي، برشامتين خفض للحرارة، وبتنتهي الإنفلونزا من الجسم. وده احنا متابعين الطريقة دي من زمان مع شرب طبعا بعض السوائل الدافئة وتدفئة الجسم الى اخره. اعراض فيروس كورونا: سيلان في الانف، حمى، سعال، قشعريرة، الام العضلات، الام في الحلق، ضيق في التنفس، صداع. الفرق بقى بيبتدي من هنا: فقدان حستي الشم والتذوق، احمرار العينين لدى البعض. الانفلونزا والكورونا الاثنين بيؤدوا الى اعراض خارج عن الجهاز التنفسي زي القيء، الغثيان، والاصابه سواء كان بالانفلونزا او بفيروس كورونا. يمكن جدا انه الاثنين يؤدوا الى التهاب رئوي عند بعض المرضى، وتتفق كل المنظمات العالميه انه عشان تقدري تكتشفي فيروس كورونا مبكرا ان انت بتعملي اشعه مقطعيه على الرئتين، لان ده بيلعب دور حيوي جدا في ان انت تقدري تكشفي عن الفيروس مبكر. في الحالتين بيكون في الاشعه ظاهر ان في تغيرات يمكن جدا من خلالها ان هنقول ده انفلونزا ولا كانت كورونا، والاثنين ما ينفعش ان الانسان بشكل عام انه يستهان بهم. فيروس الانفلونزا بينتقل عن طريق التنفس، بينما الكورونا بيكون مثبت انتقال الفيروس عبر التنفس والهواء. حتى الان يعني كورونا مختلفة كل الاختلاف حتى في طريقة نقل العدوى. اهم حاجة ان انت لو حسيت ان انت عندك كورونا وان انت عندك فعلا المناعة بتاعتك ضيقة ضعيفة، خاصة الناس اللي هي كبار في العمر، الحوامل والمرضع، دول بيكون مناعتهم ضعيفة جدا. لازم ان انت تروحي تعملي فحص البي سي ار، ده بيكون فحص مطلوب جدا عشان تقدري تتأكدي من الاصابة. وفي الحالة دي لازم تلتجي الى طبيب، ما تخافيش خالص، لان الخوف هيقلل مناعتك وبالتالي هيكون عندك الاصابة بشكل كبير، لان انت خايفه ومدخله الرعب فيكي، وبالتالي مفيش مناعه، صفر مناعه، فعرضه سهله لاي فيروس مش بس فيروس كورونا. ما تقلقوش خالص، الامر ان شاء الله بسيط. اهم حاجه تتبعوا الادويه والعلاج. نزل قبل الفيديو ده ازاي ان انت تقدري تعالجي نفسك من كورونا لو انت حالتك بسيطه، لانه في حالات للاسف بتستدعى ان لازم يكون تواجدها في الرعايه امر مهم جدا. ازاي ان انت تقدري تحافظي على نفسك وتتخلصي من الكورونا وانت في العزل المنزلي بكل بساطه. انتظرونا ان شاء الله الفيديو الثالث كمان عن كورونا. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.